قبل ما بدي أسألك عن الدور المرتبط بصندوق النقد اللي كان فيه يعني آمال خلينا نقول أو حتى كان فيه رهان على أنه يعني مع دخول مؤسسة مالية دولية تحظى ما يعني أو توفر ما توفره من رقابة حين تعقد أي برنامج مع أي بلد، وهلأ صار في سؤال عليها من بعد 3 سنين من التفاوض الأول ومن بعد الاتفاق المبدئي على أنه في لعبة عم تتكشف، بس بعد لحديث هلأ مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي ما عم تعلن أو ما عم تكشف عنا، ولا تزال المفاوضات مستمرة. بس قبل ما أسألك عن الدور أو السؤال الذي يمكن أن يسأل صندوق النقد الدولي عليه، في سردية مؤخرا صارت طاغية على الساحة مرتبطة باعتبار بأنه نحن كل شيء صار أو عم نعاني منه مرتبط بلحظة التوقف عن دفع سندات اليورو بونز بأذار 2020، وصار في لها مروجين وصار في لها المدافعين عنا. حضرتك كنت وزير بالعام 2019 يعني بالحكومة التي حصلت على وقت الانهيار الشهير، هل بتعتبر بأنه هذه السردية صحيحة؟ نحن كل شيء عم نعاني أكيد من وراء هاي اللحظة؟ لا لا لا، هذا تبسيط هدف منه التغطية على الأخطاء التي حصلت من عقود، ويعني برجع بقول حماية مصالح خاصة ومراكز. لا يعني علميا أو بالحقائق، أوكي، الدولة اللبنانية توقفت عن تسديد الديون قبل من أيار 2018، وحل محلها بنرجع على البنك المركزي. يعني كان البنك المركزي عم بيسدد بدل الدولة، أوكي، يعني الدولة صارت عاجزة عن إعادة تمويل ديونها عمليا، هيدا كان الحقيقة. صار البنك المركزي عم يتدخل، هيدا كان حقيقة. فيك تشرح لنا يعني أنه هذه مسألة كتير مهمة توضح، يعني صارت عم تجي اليورو بونز للماتشوريتي، يعني يجي تخلص مدة اليورو بونز، تستحق السوق يلي حامل هاليورو بونز ما مستعد يرجع يعيد تمويلها بأسعار مقبولة. السوق صار عم يرفض إعادة التمويل، صارت الفوائد عالية كتير. إذا الدولة بما أنه ما عم تقدر تعيد تمويل هاليوروبون، صار البنك المركزي عم يتدخل هو يشتريها ليسدد لحاملي اليوروبونز، أوكي. وبعدين البنك المركزي بيتصرف، بيبيع شوي من هون بس at discount، يعني بيبيع بسعر أرخص، بتكبد خسارة ما بنعرف معنا. الخسارة اللي تكبدها هي بنرجع من الاحتياط. إذا من برأيي من أيار 2018، ومعنا التفاصيل بالعمليات، بس من أيار 2018 صار أغلبية الدين الدولة متعسرة، ولكن البنك المركزي عم بحل محلها من أموال المودعين وعم يتكبد خسائر. قدي بدنا نستمر بهالسياسة اللي هي تسديد ديون الدولة من أموال المودعين؟ برجع لنفس القصة، يعني ناخد من جيبي لنسدد لجيبي. عم نسدد ديون لدائنين كبار ومؤسسات عالمية وعم بيحققوا فيها أرباح، بس عم نكتر من خسائر المودعين. بذكر كمان سابقة تانية انه بنوفمبر 2019، يعني بأواخر الحكومة تبعيتنا، نحن كنا مستقلين ما بنقدر ناخد اي قرار بموضوع الدين، ولكن البنك المركزي سدد اليوروبون. هل تحسن الوضع من بعدها؟ هل انتعش الوضع؟ لا، يعني عملية تسديد اليوروبون ما أدت الا الى افقار المودعين واستنزاف الاحتياط. اذا كان لابد من التوقف، وهيدا الشيء بديهي بأي دولة تانية. هل التوقف وين الخطأ؟ هل التوقف كان أيضا على طاولة البحث خلال الحكومة، يعني حكومة 2019؟ هلأ تذكر قبل الحكومة، هلأ عم نرجع بالماضي، قبل الحكومة سريعا بس يعني بكانون تاني 2019، قبل ما تتشكل الحكومة اللي أنا كنت فيها، ذكر وزير المالية وقتها وعملت بلبلة انه بدنا نرجع نعمل اعادة، وهذا يعتبر تصريح جهنمي. مزبوط، ورجعوا تراجعوا عنه. اذا اكيد كانت مطروحة القصة. بالنهاية برجع بقول طالما العملية التسديد عم تتم من الاحتياط، هذا لا يمكن أن يستمر، وهذا كان جريمة بحق المودعين وبحق المصارف بوقتها، لأنه عم تاخذ من 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 يعني أموال هن متكلين عليها لتسديد سنداتهم. هلأ يعني بدون ما أرجع على التفاصيل، بس بالحكومة اللي إحنا كنا فيها كان في بعض أمل إنه إذا طبقنا إصلاحات أو وعود بالأحرى، وهي نفس الوعود اللي تستمر على طول، عم نلاحق استحقاقات جديدة، إنه إذا طبقنا استحقاقات ساد وكان في طروحات لإعادة هيكلة منظمة، ممكن نتجنب التعسر أو الخروج بأقل خسائر ممكنة، ممكن نتجنب التعسر، بس كان لابد منه، بس كان مفروض يتم بطريقة منظمة. وهون الخطأ، برجع بقول للأسف التعسر كان لابد منه، ولكن بأي دولة أخرى تتعسر بغضون شهر شهرين أو ثلاثة
تطلق خطة إنقاذ لإعادة جدولة الدين بطريقة منظمة، مش غلط ومش عيب. كتير دول تتعثر. لو نحن بعد التعثر بمارس صار في اتفاق على إعادة جدولة وعلى خطة إنقاذ بأيار أو بحزيران، كان الوضع تسوى أو كنا يعني تنظم الوضع. الجريمة اللي حصلت برأيي هي أنه صار في تعثر بدون أي خطة إنقاذ، ومثل ما بتعرف صار في تعطيل للخطة اللي كان الإنقاذ وتعطيل لأي اتفاق وتضيع وقت ورجعت استقالت الحكومة. ولكن هون الخطأ، هيدا أول خطأ، صار في تعثر بدون خطة إنقاذ. ولكن التعثر لابد منه، كان بس لازم يتم من بعده خطة إنقاذ سريعة والاتفاق على إعادة جدولة منظمة.